نقول فلول مرحبا بكم في حلقة أخرى، حلقة جديدة من كوزينتنا. هكا نقول لكم صح رمضان ون، رمضانكم مبروك والعام وانتم بألف خير وصحة وعافية. كالعادة نقول لكم ونزيد نعاود نقول لكم، ولا حبيتوا ماكلة بنينة باش تفرحوا عائلتكم وتنوعوا من أنواع وأطباق تاع الماكلة البنينة، ما عليكم غير باش تتبعوا كوزينتنا هكا كل يوم على قناة نسمة. اليوم معنا في 10 ايام الاخرانيين تاع شهر رمضان، ان شاء الله صمتوا بصحه ولهنا، ان شاء الله العام الجاي القناة بألف خير والصحه وعافيه كاع لي زالجيريا وكاع خوتنا التوانسة وكامل المغرب العربي الكبير والامه الاسلاميه. 10 ايام الاخرين تاع رمضان معايا زوج شيفان في الكوزينه اليوم باش نتلموا ان شاء الله نحتفلوها، معايا شيف نصر الدين والشيف امين. شيف نصر الدين باش يدير لنا حاجه مالحه لونطري او لو بلا برينسيبال الطبق الرئيسي، والشيف امين راح يدير لنا التحليه لو ديسير. ان شاء الله ديما يامتكم احلوا طيله هذا الشهر رمضان على العام كامل. شيف واش راك يا اختي لصيقه؟ صافا وانت؟ لاباسك مليحه؟ راك فورم؟ الحمد لله على بالنا 10 ايام اللي بقاو شويه واحد العيا العيا لا لا والله الحمد لله بصح الحمد لله لاباس. واش عندك اليوم؟ اليوم ان شاء الله نسيو نوعوا لكم كيما رمضان نوعنا لكم كامل في اطباق حاجه خفيفه وبنينه وصحيه. عندنا يوم سلطه اللبناني تاع لوشو موف على بالكم صحي بزاف ومليح، وكاين بزاف العائلات اللي ما ياكلوش، ننصحهم اليوم ان شاء الله نعملوه سلاد. يوم سلطه نحيو شويه للمراقي والشربه والسوب. اليامات الاخرانيين تاع رمضان نحبوا نبدلوا حاجه واحده. طبق رئيسي؟ طبق رئيسي عندنا لي بابيوت، يعني لي سكالوب بلا كريبين اللي هي من بعد تشوفوا كيفاش الطريقه ديالنا ان شاء الله. ومن بعد نشوفوا بين طبق خفيف خفيف وبنين. لو ديسير شيف امين الزلفلاي. الزلفلاي مرزقه. الزلفلاي مرحبا بكل المشاهدين. يعطيك الصحة، واش حضرت لنا اليوم التحلية؟ بون اليوم طونك لو منيو تاع الشيف ناصر راهو خفيف، اليوم خذيت لكم دي كريب، مي اون فاسون جديدة، دريساج جديد، إن شاء الله يعجبكم. لي كريب، لي كريب عفوا ملاح خاصة في السهرة. في رمضان في السهرة بيان سو، احنا على بالنا بلي لي زالجيريان سورتو نهضروا على لي زالجيريان، ما بيش في التوانسة والمغاربة كيما احنا، احنا كل عشية يسهروا يعني السهرة بلي كريب. في العاده لي كارتي بوبولار اكزاكتو في الناس، حنا في الجزائر عندنا كارتي يخرجوا في الليل باش ياكلوا لي كريب برا، بصح من خلال كوزينتنا هكا باش توليوا لي كريب لبنان ديروهم في الدار. ومن بعد نشوفوا الطريقه نتاعك شيف، نروحوا نشوفوا لي زانغريديون نسحقوهم في لونطخين تاع اليوم والطبق الرئيسي والتحليه نتاعنا اللي هما لي كريب. نروحوا نشوفوا لي زانغريديون مع بعض. نبداو مع شيف نصر الدين، نشوفوا لي زانغريديون اللي يسحقهم في لونطخين تاعو والطبق الرئيسي اللي هما الله يبارك لي زانغريديون راهم معمرين. الله يبارك. بصح باينه حاجه خفيفه وسهله. نبداو شيف بلونطخين تاعنا. عندنا لونطخين تاعنا هي لاسالاد تاع لي شوموف، عندنا راس تاع الكرومبيت الفيولي كاين كامل في الاسواق. الكرومب كاين الكرومب الاخضر وكاين هذا الفيولي، دونك نخيروا هذا الفيولي. موف حبه تاع لافوكا. حبه لافوكا. عندي حبة تاع الخيار. خيار. عندي كورنيشون زيتون كحل زيتون خضر. شوية تاع لي زونشوا. لي زونشوا ولي كورنيشون. عندي شوية تاع سومون فيمي. عندي مايونيز، معدنوس، حبة تاع القارص تكون مخللة. المايس والجبن. والفرماج غافي. وعندي شوية تاع لوبيا. مغليه مغليه ولا مفوره. هادو هما لي زانغريديون يسحقوهم. هادو لي زانغريديون يسحقوهم في لاصالاد هي السلطه. نعم. ونروحوا للطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي لي بابيوس تاع لي زسكالوب اللي هي سكالوب بلا كريبين بابي الومنيوم. نعم. عندنا لي زسكالوب في بابي الومنيوم. اها. عندنا لي بوم دو تير تكون صغيره مغليه. بطاطا. عندي حبه تاع القارص. واش الشحم هذا وشنو؟ لا كريبين، هذه شحمه تاع الكبش. اها. تشريها من عند البوشي، ديريها في شويه الماء والخل. اها. هذه من بعد تحكمها. اليوم الطبق نتاعنا مشحم. لا لا ماشي بزاف. لا لا. 10 ايام الاخرانيين تاع رمضان. معليش. عندي ثوم. ثوم. اكليل. نعناع يابس. يابس. فرماج. شامبينيون. معدنوس. حبه بصل. حبه تاع البصل. الفلفل بور لي كولير. الفلفل بور لا ديكوراسيون هذايا. لا لا من الداخل ومن بعد من الداخل. نديروا هذوما الالوان. وعندي وريقات تاع السلق. اوريقات نتاع السلق. هذو هما لي زانغريديون لي يسحقهم الشيف نصر الدين. نروحو نشوفو شيف امين واش نسحقو في لو ديسير نتاع اليوم اللي هو لي كريب. لي كريب واش نسحقو؟ الحاجه الاولى هي لاباغي لو كريب تاعنا. لاباط يعني. لاباط تاعنا نسحقو فيها الفارينه. فارينه. ربعه بيض. بيض. عندي ايضا حليب.
بون حنا ماشي كاس نستعمل حوالي حليب بارد. حليب بارد فوالا، عندي السكر حوالي 100 غرام تاع السكر، وعندي سكر فاني بلا ما ننسى بيان سور مارغارين صول. مارغارين تاعنا مارغارين صول العزيزه الغاليه اللي ما نستغناش عليها في كوزينتي، نستعملوها في الحلو وفي المالح. اول مارغارين في الجزائر اللي فيها دو تيكي روج غير مهدرجه، وهي 100% طبيعيه وخفيفه وبنينه. بيان سور، وعندنا ايضا لا كريم باتيسير نسحقوا فيها 3 جون دوف، نسحقوا فيها 80 غرام تاع الماي النشا، نسحقوا ايضا حوالي نصري 3 حليب، وسكر 100 غرام تاع السكر، وزيدوا نسحقوا نديروا فيها لا مارغارين سول، راح يترافقنا في لي دو فلاباط وترافقنا في لاكريم. في لاباط ونسحقوها راح تزيد ترافقنا في لاكريم. في لاكريب. ما عنديش بزاف انا شكي. مش لاكريب. كريب. 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 غير بالعقل. نبداو بلونتري نتاعنا. هاي راك واجد نصر الدين. احنا لونتري تاعنا ديكور برك حاجه خفيفه. احنا باش نبداو بلوسمو نبداو ب علاش ما نبداوش بلونتري؟ علاش تروح نبداو بلي بابيوت؟ شويه لي بابيوت يشدونا شويه اليد خاطر فيها خدمه، ومن بعد نوري لهم كيفاش نديرها للسيدات وال... حبيت تقول تبداهم قبل ما تتعب. نبداهم قبل لا ما فيهاش مي فيها شويه يشدوا اليد شويه برك. سلاطه سهله فيها سلطة. جست لا ديكوراسيون. بارك الله فيك. نبداو بلي بابيوت. بسم الله. سكالوب كيما نعرفوا لي بابيوت كاين بزاف ناس يعرفوهم خاصه في شهر رمضان، نحبوا ناكلوهم على خاطر بزاف خفاف، ولكن اليوم كالعاده الشيف نتاعنا راح يعملهم بالطريقه نتاعو ويعطي لهم انتوش سبيسيال مطرق هكا ديريكتومون شيف بالعقل علينا. احنا عندنا هنا لي سكالوب نهرسوهم نقولوا البوشي تاعنا الا كان قطعهم خشين، عندنا المارطو مش المارطو تاع راح اخدم لا لازم يجيو ارقاق نضربوهم شويه هذا الاولى يا زاد وطاحوا ناسي ودخلت والدي قلنا الشحمه تتباع تلقاوها عند البوشي كاين عند لي بوشي كيفاش نديرها فكرتني فيها في العيد في العيد هذه نملحوها ونخبيوها على حساب لي ترونش نتاعنا تاع سكالوب نديرو ثلاثة كل واحدة نلبسو لها واحدة باسم الحرية والجمهورية بيان سور لي سكالوب نغسلوه بالخل أكيد غسلناهم مليح مليح وزدنا لهم شوية كالعادة نقول لكم ديما الدجاج غسلوه مليح وتزيدوا له شوية الخل نتاعنا خل السفره اللي خمم علينا ودالكم كامل الاذواق كاين تاع عنب وكاين تاع تشينا وكاين تاع سيترون وكاين تاع سلاده كي تغسلوا سكالوب زيدوا قطروا شويه برك الخل ويوليو نظاف مليح مليح ندير لهم فلفل الكحل شويه ملح هنا نروح نوجد لك سنيوه شيف احنا نقليوهم قبل في المقله هاي تقلاو في المقله عندي شويه تاع الثوم الثوم يكون مدروس ولا ملحي ولا ما يهمش كيما الدجاج وسكالوب نحبوا ناكلوهم في رمضان على خاطر خفيف باش نبدلوا شويه على اللحم وهادو ما شاف نقدروا نزيدوا لهم شويه من كوب شاف شاف كوب شاف نتاعنا اللي عنده كوب شيف في الدار عمرو ما يخاف كوب شيف اللي خمم عليكم دالكم هاد لي كوب هما 0% تاع كوليسترول حتى الناس اللي عندهم كوليسترول يقدروا يستعملوا هادوما لي كوب شيف اليوم باش نعملوا سكالوب ولا دجاج نحطوا حبه واحده باش تزيدكم البنه تاع الدجاج اختي رزيقة عندي شويه تاع نعناع يابس وشويه تاع اكليل داخل وانا نزيد شويه تاع كوب شيف تاع دجاج وكي ديروا كوب شيف ما ديروش بزاف الملح على خاطر كوب شيف فيه كاع لي زيبيس وفيه الملح عطيني الصحن هذاك اخت رزيقة هذا انا عمي بسم الله هنا عندي ورقات تاع وشنو هذو تاع السلق اللي يقولوا له خاوتنا توانسه السبناخ السبناخ اي راك تعرف شيف هيك عندي الفلفل هنايا يعني.
نقطعوا الفلفل، نحاولوا ناخذوا هكا الالوان باش يجيو شابين مزيانين. اللي ما عندوش، انا كالعاده اللي شاف ساعات هكا يعطوا دي زاستيس تاعهم، انا ثاني نسهل عليكم. اللي ما عندوش هذا الفلفل تاع لي كولور تقدروا تستعملوا فلفل خضر نورمال. نخليك مالا شاف تقطع الفلفل وحطهم. نروح نشوف الشيف امين راهو يستنى حال وقتاش يبدا لي كريب نتاعو. حلات لي راني تفقدت مليحه تفرج عليك ولا على الخدمه. بون اول حاجه راح نديرها لزيقه، حاجه الاولى لا مارغارين تاعنا. لا مارغارين تاعنا سول كيما نعرفوها شيف خفيفه وبنينه، ما تسحقش الوقت باش تذوب. اكزاكتومون فوالا. حاجه الاولى نحطوا شويه لا مارغارين، حوالي 80 حتى 100 غرام تاع لا مارغارين. اليوم خيرنا لكم لي كريب فريز، كيما نعرفوا فريز مازال وقته شاف. فوالا دوك نلقاو هذوك لي فروي كاع نلقاهم في لي سيزون وقت الصيف. فوالا بعد ما نذوبوا شويه لا مارغارين واش نديروا بعد؟ لا مارغارين خليها تذوب بعقلها. درك هاتيك ناخذوا ان ريسيبيون ونحضروا لاباط. دو بريفيرونس يكون غالي. لاباط تاع لي كريب اللي فيها البيض، ربع حبات بيض. دار لك البيض شاف. فوالا عندنا ايضا السكر، ربع حبات بيض. ديروا معاهم لا كونتيتي تاع السكر. تاع السكر هادو ربع حبات بيض يعطونا كونتيتي هكا شويه كبيره. وي بيان سور. عندي الحليب، قلنا نص كاس تاع حليب، ربع حبات بيض، نص كاس حليب وشويه سكر. عندي سكر فاني هنا حوالي 15 غرام تاع سكر فاني، ولا نقدروا نديروا لا فاني. سي بون اها دوك نعطي لك باش نو نستنى لا مارغارين تاعنا تذوب. دوك نخدموها بال نخدموها بالميكسور نتاعنا. ميكسور كوندور، انا خيرت ديما هذا الميكسور كوندور معايا في الكوزينه، وفيه الوان واشكال، فيه حجم كبير وحجم صغير، وفيه الالوان اللي والم الكوزينه نتاعك. نبداو نخليك كيما لا شيف تخلط لو ميلونج. اي سهله مهله. سهله مهله. شوفي ناصر الخيوط والفرماج. راهو يخدم وحده ما استناناش. فوالا. يا شيف نصر الدين واش درت؟ درنا فرماج، درنا فلفل. قبل ما تغلقها نشوفوا واش. مازال ما غلقتش مازال. الفلفل وزدنا الفخوماج نخليوه هكا هكا دي مخصو شويه كبار. مخصو شويه كبار انا ماه. نبدا بسم الله. نبداو نلويوهم. عليها عندك الحق فيهم شويه خدمه شاف على بها سبقت بهم فهمتك دوكا. توا فهمتك. نقلقوا عليهم. نخليك شاف تكمل هادية، نروح نشوف شاف امين. هادي دوك رزيقة خدمتك انت، تروحي تخبيها لي فريجيدار تريح بيان سور. تغطيها ونخليوها ترتاح. بيان سور نخليوها في فريجيدار. ايه وشنو نغطيوها؟ لازم نغطيوها. ايه شحال تقعد؟ تريح حوالي ربع ساعة في فريجيدار. ربع ساعة لو طون نوجد هنا لا كريم. نوجد شاف لا كريم وهذه نخليها في فريجيدار. اكيد ما نخليهاش هكا في فريجيدار، نستعملوا ديما ورق وفاء اللي خمم علينا دادا مجموعه الورق. كاين ورق الومنيوم، كاين ورق فيلم، وكاين ورق كويسون، وكاين ورق تاع اللي تلقاو انواع واشكال تاع الورق اللي نستعملوهم في الكوزينه ولا في الصالون ولا في صال دو با. نحطها مباشره في الثلاجه تاعي، ثلاجه كوندور. انا خديتها ثلاجه كبيره باش تاخذ لي كل حاجه، فيها زوج بيبان، الباب كامل تاع الفريجيدار، والجهه هذيا تاع الكونجيلاتور ومقسومين، نقدر نحطهم وين ما حبيت. فوالا. بعد ما درنا هذيك لا فارس نزيد نكمل الحليب هذا باش ما يروحناش. هذه سي لا كريم شيف. لا كريم باتيسير فوالا. واش درنا من الاول؟ هنا الحليب ها فوق النار. درنا غير الحليب. نقصولو شويه باش ما يغلبناش ومن بعد هاتيك. فوالا. على النار هاديه. دوك هاتيك ناخذوا ان اوتر ريسيبيون نكسر فيه. هنايا نعطيك خدمه واحده اخرى رزيقه. سيباري لي نو سخو غير الصفر. الصفر فوالا. تروا جون دوف
النشا معاهم، درنا البيض ونشا وسكر. بيض نشا وسكر. والسكر. درك هاتيك هنا ينحي شوية حليب. يكون سخن شوية. تياد نسحقه. ما لازمش يطيب. فوالا. باسكو كان يكون سخون بزاف رايح البيض يطيب. يطيب لنا. فوالا. نعاود نرجع فوق لنا الحليب باش نفتح كاع لو ميلونج هذاك. تجيني سهلة. ونخلطوا لو ميلونج، خلط الميلونج نتاعك بالعقل شاف. نروحوا نشوفوا يادرا. أنا عندي. واش درت شاف؟ قطعت القارص. ونحكوا مليح. علاش؟ الكريبين تاعنا بالقارص باش ما تجيناش تخم والشحمة تدور. صح. زعما هاد الشحمة راح تنحي لها هذيك القارص. معليش ساعات مليحة ناكلوا حاجة مشحمة. مشحمة. معليش. يتقلاو كما شفتوا ما يتقلاوش في الزيت باش يجوكم بنان. نقليوهم في لا مارغارين صول شويه تاع نزيدو نديرو لهم شويه ليزيبيس ونخليوهم يطيبوا مليح مليح ولا نعاودو نديروهم في الفرن؟ نعاودو يديرو فوق الفرن دونك يطيبوا غير شويه. نخليك شافي ملا قليهم بالعقل. امين فوالا هنا راني مع الكريم تاعنا يبدا يسخن الحليب باش نخلط لو ميلونج. لو كان نديرها من دوك راح تجينا اون كريم يعني ما يعني تاع قش كيما نحب. نديرو نخليها تسخن الحليب يغلي بيان. كي يغلي نرمي لو ميلونج هذايا نضيفوه لداخل. هذه فاسيل نورمالمون. فوالا نستناو الحليب نتاعنا يغلي ونستناو نصر الدين باش يقلي لنا سكالوب. نشوفوا الطريقه نتاع شيف امين كيفاش نديروا حليب بعد ما غلى. نخلطوا لو ميلونج اللي عملناه بنشا والحليب والبيض والسكر ولازم نقعد نخلط حتى تعقد على خاطر لو كان نخليوها ما نحركوهاش البيض راح درنا دي كروم وهذو حبيبات راح الماكله نتاعنا تخرج. نخلطوه بالعقل حتى تختار لاكريم. لاكريم فوالا هنا يبدا تختار لي سي بون. فهمتم. فوالا. سي بيان. هاي لاكريم تاعنا واجدة. درك هاتيك جيبي لي لا مارغارين سول. نزيدوا لها شوية لا مارغارين سول. لا مارغارين سول كيما نعرفوها تزيد البنة وتزيد لكم لمعة وصحية. فوالا. نحطوا فيها حوالي 50 غرام اون كويار. تا لا مارغارين تفضلي. كيما شفتوا لا مارغارين سول نستعملوها في المالح ونستعملوها في الحلو نستعملوها في كل حاجه. هايله لا كريم حتى اللون نتاعها بلا مارغارين سول شفت كيفاش ولات. فوالا. هنا شاف نصر الدين راهو يعيط سينو يتحرقوا. هنا عندي وي لي بابيور تاعي نحيهم. ايه علاش نزيدو نديروهم في المقله واحده اخرى؟ دوك كيما شفتوا ما يطيبوش بزاف على خاطر مازال لا سويت طريقه واحده اخرى. عندي القارص ونمرقوا ديما بالمسخون على لو تيرمونس. هذه ديما في الكوزينه نتاعي تيرمونس كوندور وتخيري الشكل اللي تحبيه كاين كبار وكاين صغار واللون اللي والم الكوزينه نتاعك. زيد لها شويه تاع الملح شوية تاع خديتي الدرس خلاص. خلاص تعلمت الفلفل والملح يمشيوا كيف كيف. وعندي شوية تاع الأكليل والنعناع. أكليل وشوية نعناع يابس. نخليوه 25 دقيقة يطيب لي. نغطيو عليهم بعد ما مرقنا بالمسخون نخليوهم 20 25 دقيقة. طيب هنايا في هذيك في هذيك لا مارغارين اللي طاب فيها ولا كريبين نرمي الشامبينيون تاعي. ما نقطعوهمش هكا. ما نقطعوهمش. ايه ونخليوهم. شيف امين لي كريب وين وصلوا؟ فوالا الكريب تاعنا يوزع دوك لي كريب تروح تجيبي لي اللي خليناهم ريحوا 15 دقيقة الكريب تاعنا في الفريجيدير كوندور لازم نخليوها ترتاح بعد ما غطيناها بالبابي فيلم تاع وفا. ونشوفوا طريقة التحضير. فوالا
لا مارغارين سول. بعد ما سخنت المقلاة ونبداو نحطو الكريب تاعنا. نمشيهم مليح حتى ياخذوا لا فورم تاع المقلاة على خاطرهم يجيو رقاق، ما نحطوش كونتيتي كبيرة. فوالا هاي ليك، قد ما درناهم رقاق قد ما يخرجوا ملاح. فوالا ونحطوهم يطيبوا بالعقل. بالعقل هنا راح نديرهم على شكل، يعني هنا الشكل تاعهم هذا ما يهمنيش، خلاص بعد نقطعهم بعد نقطعهم وتزينهم. دونك الشكل هذايا ما يهمناش الشكل تاعهم، دوك الدائري هذايا رايحين نقطعهم على خاطر نزيدو نزينوهم. والطياب ما يسحقوش بزاف الطياب، هما تمتم هاوليك دوك بالعقل. هوب نبدا نحيا الكوتي. فوالا فوالا نقلبها باش تخي بيان زيت حمر الجهة الأخرى. سهلة مهلة، إن شاء الله تبعتوا هذه الطريقة. نخليك شاف هذه الأولى، كملهم بالعقل. فوالا أنا راح نولي شي خدم شاف نصر الدين، راهو غير يمرق وحده. عندنا الماء. نصر الدين واش دار؟ لا ما درت والو، لازم لي ندير نعيط لك. أوكي دونك لازم نشوفوا. عندنا شوية تاع الماء اللي طاب فيه لي سكالوب لي بابيور تاعنا، نقصنا نديروهم. ومرقنا الشامبينيون تاعنا، البصل والبطاطا والمعدنوس هذاك لافاس، ونخليها على نار قليله. هنا البلا تاعنا يدخل اوفور اخت رزيقه، جيبي لي نجيب لك كان دو فور. هذا يكفيك شاف، الله يبارك. كاين صغير معليش، هنا عندي شويه تاع نشوفوا الطريقه اللي باش قبل ما نحطوه في الفور ندهنوا شويه البلاطو تاعنا كالعاده بلا مارغارين تاعنا، مارغارين سول. لو فور تاعي لو فور كوندور، انا خيرت لو فور انكاستري مع الميكرووند تاعي على حسب الكوزينه تاعي، وخيرت اللون اللي والم الكوزينه. نحطوها شحال؟ 180 دوغري ويطيبوا لنا 20 دقيقة. 20 دقيقة 180. هذيك لاصوص الأخت التي غنزيدهم شوية قيس غراف صغير. ونمرقوهم قبل ما نحطوهم في الفو، ديما بلاصوص اللي طاب فيه السكالوب. وهذايا راهو مازالوا قاعد يطيب. هذا. ومن بعد نحطوه في الفو. نستناو حتى ال 20 20 دقيقة كما قالنا الشيف، وهذوما خلاص عم يطيبوا ابتي فو. نقصوا لهم نخليوهم شيف نصر الدين ونروحوا للشلاطة. نروحوا نسيت مازال هذه سائق خلاص لا غالب عيط شويه اليوم على خاطر اليوم ما بديناش بالسلادة بلونتخي، بدينا بالطبق الرئيسي كما شفتوا، ياخذ شويه الوقت. تحطوه في الفوغ يطيب ونوجدوا الشلاطة. نبداو بحبة الأفوكا، نحيو القشرة متاعها. نلم الشلاطة نتاعي بشوية مايونيز، واللي حاب يزيد نقدر نحطو لا موتارد شيف. وي وي هذيك يجيب لي ربي خلاص شيف، مازال شوية باش نلحق سوا سوا نعمرو وحدة، نوريو كيفاش نعمرو وحدة باش نروح نشوف أمين كيفاش راح يكمل لنا الكريب. دونك شوية قارص نبداو نعمرو وحدة. كملهم شاف في ملا، نروح لأمين
درك يعطيك اخت رزيقه فوالا بعد ما كملت لي كلاب تاعنا. علاش قلت لك انا في الشكل يعني مامي الاولاني اللي بيناها ما يهمش باش لي كوتين نحيوهم فوالا هاي ليك اوكي نحطوهم نحطوا المول ونحبز بهذا الشكل. طبقه مور طبقه كيما نديروا اون اون اونترامي ولا وكل واحد كيفاش يكون يحب الطبقه تكون عاليه بيان سور. احنا نوريو لكم كيفاش ديروهم. نخليك شاف تكمل طبقات الاخرين. وي مازالك في السلطه شاف نصر الدين؟ نوجدوها بعقلنا مازال المغرب سي بيان نو الحق اليوم المنيو نتاعك اللي غيش دونك ياخذ شويه الوقت. ساعات نعطوه هكا دي منيو خفاف وساعات لازم لنا نكومبليكيو شويه الحاله باش نبدلو. خلوها تريح في الجدار دوك هاتيك نخلوها في الجدار الجدار تريح حوالي 4 ساعات شد روحها لكرام برك اوي بعدها باش نديروا لها لا ديكوراسيون تاعنا. ندير له لا مايونيز لا كريم هذيك ريحه مع لي كريم ونشوفوا كيفاش رايحين نزينوها من الاخر. نبداو ندير لابوش تاعنا نحطوا لابوش نقص نقص بعد واش نديرو لها من الفوق شاف كريم شانتيي. لا كريم شانتيي نسيتها فوالا لا كريم شانتيي شاف عاود قول لنا كيفاش نديروها. بون لا كريم شانتيي عندنا هي تكون اون بودر بودر شانتيي عندنا 150 غرام لا بودر شانتيي نطلعوها بحوالي نص ريتلا تاع حليب يكون بارد نطلعوها في الميكسور نتاعنا فوالا في البيترا في البيترا نتاع كوندا وتولي لكم هذا الشكل بلا ما نروحوا نشريوها نخدموها في الدار اكزاكتومون. بون هنا لابوش تاعي راهي واجده دوك نعمروها عفدي اللام بالبندقيه الوجوه صحيحه القمايج نقيه ونكبلوا نزينوها شاف امين نروح كملي مع نصر الدين وي طابت لنا نحوم بالعقل لي بابيوت نتاعنا راهم خلاص طابوا السلاطه نتاعنا خلاص وجدت وهذوك لي شامبينيون واجده وخلاص هذا هو الطبق نتاعنا راه وجد نخليه تنحي غير الخيط وتحطها بشير شابين ومزيانين وباش يظهروا الالوان اللي في الداخل لي كولور اللي درداهم من الداخل برافو يعني دريساج يبقى لنا نشوفوهم بعد الدريساج نشوفوه بعد تاع صح المنيو هذايا خذا شويه وقت بصح حاجه بزاف بنينه وصحيه وان شاء الله تبعتوا حلقه اليوم باش تفرحوا العائله نتاعكم وتعمروا طابلتكم من خلال كوزينتنا هكا. وانا نبقى لي غير نقول لكم مازال لي واحد الشغل كوزينه باش نلمها ونوجد الطابله. اضحك شاف اضحك نقول لكم صحه شريبتكم صحه رمضانكم نتلاقوا في حلقه جديده حلقه اخرى مع الشيفان نتاعنا نصر الدين وامين صحه فطوركم